مع بزوغ هلال شهر رمضان المبارك يدأب أبناء شبوة على تقديم وجبات إفطار الصائمين على الطرقات للمسافرين، عادة رمضانية يتسابق إليها عدد من الشباب في محافظة شبوة وتستمر إلى نهاية الشهر الفضيل. من الشباب من يبادر إلى تجهيز سفرة متكاملة على الطريق العام للمساهمة في إفطار من لم يتمكن من الوصول إلى منزله وقت الإفطار. كاميرا المهرية رصدت هذه العادة الشبوانية التي يستفيد منها العشرات من المسافرين، نتابع وإياكم. الدافع لنا هو أن ننال جزيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. وأيضا نحن على طريق هام جدا، فيأتي وقت الإفطار وهناك مرة ومسافرين لم يصلوا إلى مكان ليتناولوا وجبة الإفطار، فرأينا أن نعمل هذه المبادرة وأن نقف في هذا المكان لنبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. السفرة مبادرة أهلية لها مدة 8 سنوات في هذا المكان، وما يقصرون أهل الخير وأهل المنطقة، هذه هم يقومون باللي تقود بها أنفسهم، والحمد لله ربك ميسرها من أهل الخير، والشباب ما يقصرون في التوزيع. الجميل أن هذه المبادرات تنتشر في شبوة وفي غيرها أيضا من المحافظات، خصوصا في شهر رمضان.